فأظن بداية غير يعني موفقة في بداية الشوط الأول. بعدين دخلنا في المباراة، دخلنا يعني حاولنا خاصة من الجهة اليسرى، لقينا أكثر من حل، لاعبين ما استغلوش يعني، خاصة مرتين بلال، مرتين رمزي، مرة دونجي، فأظن ما استغليناهمش، وين ظهر واحد ارتباك على الفريق الخصم، رغم أنه يتحكم هجوميا ولكن دفاعيا كانوا عنده واحد الخلل دفاعي اللي ما عرفناش كيف نستغلوه. في الشوط الثاني حاولنا تدارك الأمر وحاولنا يعني تصحيح أمورنا، إلا أن الفريق الخصم خدا واحد ثقة دفاعيا، واحد ثقة وين يسترجع أكثر كرات، وكم شفتوا كرات سهلة حينما يعني أردنا أن نغير أمين، كنا ننتظر منه الكثير، مالوغوزمون يعني ما دخلناش في المقابلة. فأظن ارتباك قلعي هجوميا وحتى يعني أثر عليه دفاعيا، فالتسرع في الشوط الثاني خذلنا أنفسنا، لأن في بعض الأحيان احنا عارفين ان الفريق الجديد تخليه يعني حتى ولو تغلق عليه المنافذ عنده لاعبين اللي بمستوى فرديات كبيره ياخذوا الكره ويلعبوها اون ان كونتر ان يبو ديبلوكي سيتياسيون. بار كونتر احنا اليوم اللي كان باش يديبلوكي لا سيتياسيون نجيب ما كانش في الفورما، كان اكثر لاعب عسكري، ولكن عسكري ما كانش في كل قواه باش يفا ديبلوكي لا سيتياسيون مالوروزمون بور نو يعني. ولكن اظن كما نقولوا ما نقولكش يعني النقطه راني فرحان بها، ولكن نقول ان لابد يعني من قبول الواقع، يعني ما لعبناش ضد خصم اي خصم، لعبنا ضد خصم عنيد وعنده يعني كما قلت لكم انا ناخذ اي فرديه شفتوا حتى يعني با معمر اللي يلعب في وسط ياخذ لك على بعد 30 40 متر كرات ويلعبها، احنا تخاذلنا يعني في بعض الاحيان كنا نلعبوا بسبعه بعشر مترات وون افونس با. فاظن اليوم خذلنا الجماهير تاعنا اللي كنا صراحه يعني بعد الخساره تاع الاسبوع الماضي كنا تمنينا وكنا معولين باش نهديو لهم الفوز، الله غالب يعني ثلاث نقطتين مشاو هكاك بك.